السلام عليكم. تتمة الدرس الدالة على الخطية والتآلفية. شفنا في الفيديو السابق أشنا هي الدالة، وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الدالة الخطية. شحال من مرات نسمعوا هذه العبارات؟ شحال درتي ديال الوقت من مراكش للدار البيضاء؟ أو لا، شحال تتخلص في الساعة؟ شحال استهلكت السيارة ديال البنزين في 100 كيلومتر؟ هذه كلها عبارات تدل على تناسبية. إذا فاش قلنا شحال درتي ديال الوقت من مراكش للدار البيضاء، هنا الوقت يتناسب مع المسافة، أو فاش قلنا شحال تتخلص في الساعة، إذا هنايا عندنا الوقت يتناسب مع الأجرة. وفاش قلنا شحال تتستهلك السيارة ديال البنزين في 100 كيلومتر، هنايا أن المسافة تتناسب مع الاستهلاك، أو هنا الاستهلاك يتناسب مع المسافة. إذا نقول أن لدينا تناسبية. واخا، إذا المثال اللي عندنا: Dans le monde, chaque seconde, il naît en moyen 4 nouveaux nés. Et dans le cas هذا عندنا السطر الاول لي سكوند، ثانيه، ثانيتين، ثلاثه او لا اربع ثواني، وعندنا بالنسبه للسطر الثاني عندنا عدد ديال المواليد. اذا الا بغينا نخرجوا تعبير داله من هذا الجدول، غادي نحصلوا على اف دي اكس ايكال 4 اكس، وهذه تسمى دالة خطية. هذه الكتابة تسمى دالة خطية. اوكي، مزيان. الوغ الا قلت لك مثلا احسب لي شحال من مولود غادي تولد في 60 ثانية، اذا هنا غادي يبان الدور ديال الدالة. اذا تو سامبلومون غادي نكتب اف دو 60 ايكال 4 فوا 60، اذا 4 فوا 60 ايكال 240. الوغ 240 اش تتسمى؟ تسمى صورة العدد 60 بالدالة F، سابيل ليماج دو 60 بار لا فونكسيون F. وعندنا 60 شنو تسمى؟ تسمى سابق لونتيسيدون. الوغ 60 اي لونتيسيدون دو ليماج 240 بار لا فونكسيون F، و 4 اي لو كوفيسيون ديريكتور دو لا فونكسيون F. اوكي، مزيان. عندنا الدالة f دو x إيكال 4x. السؤال اللي تيكون عندنا معتاد هو كالكولي ليماج. ألوغ نو زافون f 0 اي f موانز 1. ألوغ اون f دو x إيكال 2x. ألوغ f دو 0 إيكال 2 فوا 0. ألوغ اون فا رومبلاسي x بار 0. ألوغ دونك f 0 إيكال 0. ألوغ ليماج دو 0 par la fonction f est 0. On va calculer maintenant l'image moins 1 par la fonction f. Et donc, on va remplacer x par moins 1. Et donc, f de moins 1 égale 2 fois moins 1. Alors, 2 fois moins 1 égale moins 2. Donc, l'image de moins 1 par la fonction f est moins 2. Deuxième question. Calculer l'antécédent x. Et donc, on a calculé ce sub. سابق تنقلب على x، لا فالور دو x. الوغ الا كتنقلب على لا فالور x، اذا ديجا عندي ليماج. فوالا، اذا عندي ليماج، شنو هي ليماج؟ هي 8. اذا عندي f دو x ايكال 2x، عندي f دو x ايكال 2x. الوغ اون فا رومبلاسي f دو x بار ليماج اللي عندي، شنو هي؟ اذا ليماج هي موان 8. اذا ندير موان 8 ايكال 2x. هنا تلاحظوا شنو اللي عندي؟ ولات عندي الدالة تكتب على شكل معادلة. شفتوها؟ معادلة. إذا غنحل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، إذا عندي x إيكال ناقص 8 على 2، ألوغ x إيكال ناقص 4. إذا بالنسبة للدالة الخطية تيكون عندي بزاف، تيكون عندي ثلاثة ديال الأسئلة هما تيتعاودوا بزاف. السؤال الأول: كالكولي ليماج، كالكولي لونتيسيدون، أو عندي calculer le coefficient directeur. Le coefficient directeur a une propriété. Si une fonction linéaire est x un nombre réel non nul, alors le coefficient directeur de f est un nombre réel tel que a égale f de x sur x. L'image sur l'antécédent. ناخذ القيمه ديال ليماج، اذا ناخذ مثال باغ اكزومبل عندنا الوغ اف دو 2
égale 6, ils ont demandé de calculer le coefficient directeur. Et d'un chien dit A égale f de 2 sur 6. Et f de 2, je vais faire f de 2. Ça va être 6. On va faire x ou 2. Ça va être 6 sur 2. Il y a 3. Et donc, le coefficient directeur est 3. Et donc, il a pris une expression algébrique de la fonction f. Il y a f de x égale 3x. Il y a A, il y a 3. دوزو دابا للتمثيل المبياني. اذا فاش نسمعوا اوتوماتيكمون التمثيل المبياني يعني غادي نخدموا فين في معلم متعامد منظم. اذا عندي اون فونكسيون لينيير وبغيت نرسمها في معلم متعامد منظم ان روبير كيفاش غادي يكون الشكل ديالها. اذا اوتوماتيكمون داله خطيه اون فونكسيون لينيير سي اون دروات كي باس بار l'origine O. Et donc, il y a un mustaqim yamurru min asl al-ma'lam. Dima tatmarru min asl al-ma'lam. Di khasiyya dial dal al-khatiyya. Tamurru min asl al-ma'lam. Nakhdou mithal mathalan. Adna wahed dal khatiyya li hiya gx égale 4x. On va calculer par exemple l'image de 3 par la fonction g. Et donc, on dit g de 3, d'un g de 3 égale 4 fois 3 égale 12. Yani 12 هي صورة العدد 3 بالدالة جي. إذا إلا بغينا اون بريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف إذا تيخصنا دو بوان. لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف إيت اون دروات كي باس باغ لي دو بوان او 0 0 اللي هي أصل المعلم كما قلنا قبيلة إي أ اللي قلنا عندنا إكس 3 و اف دو إكس 12. أنا غندي النقطة ديالي أ في لو روبير هاني درتها هنايا و ابخي غادي نصيل ا مع اصل المعلم اللي هي او وهكا غنحصل على المستقيم. اذا هنا غنكونو شفنا الداله الخطيه. في الفيديو المقبل ان شاء الله غنشرحوا الداله التالفيه. اللي عنده شي استفسار يخلي ان كومونتير. شكرا.